من سنة 2012 على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وإنستغرام في صفحة اسمها لبنيز ميمز، معي رئيسة مجلس إدارة لبنيز ميمز سولوشن. مظبوط مظبوط. شفيقة اللبن، أهلا وسهلا فيك. Thank you so much. عمرك 25 سنة صح؟ حولتي صفحة للنكات المهضومة الساخرة للنكتة النظيفة الحلوة اللبنانية إلى بزنس. قبل ما نوصل للبزنس، لبنيز ميم شو هي وليه هالقد اخذت انتشار؟ اوكي، لبنيز ميمز هي مجتمع على مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك وانستغرام وتويتر، بنجمع اللبنانيه حول النكته، البسمه، بعيد عن الطائفيه، بعيد عن السياسه، بعيد عن الدين. هدفنا نضحك العالم ونحسسهم بلبنان المظبوط، وبهال يعني سبيشلي الناس اللي بالاغتراب مثلي. نجي على لبنان، مش كثير بنجي على لبنان. انا من استراليا. مظبوط، ما بنجي كثير على لبنان، بس بنحس يعني وي فيل لبنان ثرو لبنيز ميمز. هلا صرت بلبنان اكثر من ورا لبنيز ميم، من ورا الشغل. انت الوحيده اللي عملتي خلينا نقول هجره عكسيه، رجعتي من استراليا على لبنان. عاده لبنان اللي بيغترب. صح مظبوط. انا اهلك هاجروا وانت رجعتي. مظبوط، اهلي هاجروا من 20 سنه على استراليا، وانا رجعت بعد 25 سنه. رجعنا على لبنان. كيف لبنيز ميمز اسسها سام ترابلسي؟ مظبوط، دكتور سام ترابلسي. بنقول له هاي لدكتور سام ترابلسي. بس انت اللي نقلتيها انها صارت بزنس؟ انا وسام نقلناها سوا. كيف؟ براند، في اسم، في مجتمع. بس كيف قررتي قلتي انه هيدي فيها تكون جود ستارت اب؟ لانه لقينا نيد، لقينا انه الحاجه بالمجتمع لسوشيال ميديا بس يكون ينشغل صح. اللي بنعمله نحن، بنعمل سوشيال ميديا مانجمنت. اذا نحن شيء نجحنا فيه وبنهنا يعني قدام العالم والمجتمع انه بنقدر نعمل كوميونتي على السوشيال ميديا، اكيد نحن بنقدر يعني تو ريبليكيت هذا السكسس تبعنا مع الكلاينتس اللي بنشتغل لهم. طيب انتوا بنيتوا نجاحكم على النكتة وعلى شيء مهضوم، ناس بيعملوا فولو دغري بسهولة لصفحة بتقول شيء مهضوم لذيذ بتضحكهم، بس اليوم انك تنقلي هالشيء لبزنس او لشخص كثير اصعب. اكيد. فكيف عم بتقولي لي انه الشغل اذا كان مظبوط، كيف بيكون مظبوط كمانجمنت كاداره لحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي؟ صح. سو في شيء نحن بنشتغل عليه كثير هو الانجيجمنت، تفاعل العالم. بنستخدم شيء اسمه انفلونسرز، المؤثرين بالسوشيال ميديا. ما بنشتغل سوشيال ميديا بس انه عملنا بوست حلو ديزاين ونزلناه، يعني وي جو بيوند ذات. تروحوا ابعد من. ابعد من هيك. نعمل فولو العالم، نعمل يعني we take it the extra step لحتى نعرف to create customers. هذا الهدف تاعنا، لتخلقوا زبائن. مزبوط، بدنا نخلق زبائن. مين زبائنكم مثلا؟ فيني اقول الاسامي؟ لا بس انه زبائنكم هن اكثر بالفن او هن اشخاص بدهم يعملوا positioning لحالهم ينعرفوا، او هن برودكتس؟ في عنا شركات اللي هن في عنا برودكتس، في عنا بيوتي انستيتيوتس، في عنا بابليك فيجرز، في عنا هول رينج يعني من ديفرنت اندستريز بنشتغل لهم سوشيال ميديا، وكل اندستري لها بروسيس معين بنمشي فيه. بتاخذوا سياسه؟ سياسه؟ بناخذ سياسه بس بطريقه يعني we don't go to sides. We work on creating a professional image. تخلقوا له صورة محترفة على السوشيال ميديا. مزبوط. عم نحكي مزبوط وبروفيشنال، لأنه في كتير سياسيين أو public figures عم يطلعوا على السوشيال ميديا وعم يكونوا بطريقة unprofessional أو منا up to date وما في هالcontinuous. شو خبرتكم تتقولوا أنه نحن بنقدر نعطي هيدي الحلول اللي هي فيها احتراف؟ اوكي، خبرتنا انه نحن يعني عمرك 25 بس. مزبوط. بدي اقول مزبوط. بحكي عن حالي، خبرتي. انا ولا بعلم بالجامعه باستراليا، بعلم بزنس، بعلم مانجمنت. يعني عندي باك جراوند بالهوسبيتاليتي وبالكاستمر سيرفيس. كنت مديرة اوتيل. كنت مديرة اوتيل مزبوط بسيدني. فبستعمل. انا بدي افهم امتى لحقتي تعمليهم؟ بس خبرتكم الديجيتال شو هي؟ يس، خبرتنا الديجيتال هي ثرو الكوميونتي، ثرو الانفلونسرز، ثرو الكونكشنز. يعني هيدا الشيء اللي احنا اللي بيفرقنا هو انه عندنا اكسس على كوميونتي
توصل ل nearly 2 مليون لبنانيز بير ويك. كيف توصلوا لهم يعني؟ شو الريتش؟ سو كل صفحة عنا بين الانستغرام والفيسبوك في عنا شيء اسمه الريتش، يعني بننزل بوست بيوصل تقريبا للمليونين لبناني بير ويك بالجمعة. طيب انتوا بتتكلوا على النكات، عم نحكي يعني بتنزلوا نكت، بتنزلوا جوكس على لبنانيز ميمز؟ مش دايما بس نكات، عم ننزل اذا هلا باللايف ستريمز بننزل بنطلع لايف نحكي بمواضيع انترستينج، مواضيع كونتروفيرشال، بنعمل مقابلات، عملنا مقابله مع حضرتك، وي ميت وذ بابليك فيجرز وذ سيلبرتيز، يس مزبوط، ف بنحكي بتوبكس كونتروفيرشال، بنسمع للفانز، بنخليهم هن يعطوا رايهم كمان، فهيدا كثير مهم انه بنخلي العالم تعطي رايها ويصير فيها الانجيجمنت. بيعطوا رايهم وبيعطوكم كمان كونتنت، بيعطوكم هن yes. احيانا انه yes. so, نحن مش كل شيء بينزل على البيج انه من اور كرييشن، لا بنعطي كريدتس وكثير بنحب انه اذا الفانز بعثوا لنا شيء او اذر انفلونسرز بعثوا لنا بوست اكيد بننزلهم عنا. It's Lebanese memes is a platform for everyone to showcase their work. كمان نحن we appreciate talent فمنشان هيك ما عنا اي مشكل. ومركزين انتوا على اللبناني Lebanese memes بس العالم العربي هو بيحكي لغه وحده. عندكم انتشار خارج لبنان ام حصرينا بس ببيروت بلبنان؟ لا في عنا انتشار برات لبنان، في عنا هلا a huge Syrian market كمان. One of our admins is not Lebanese, Lana. بلا thank you كتير للانا. She's of Syrian descent. ايه مزبوط. هي مستلمة عنا الاكونت كمان. ما عم تفكروا تعملوا Syrian memes او هيدا Lebanese memes؟ هي الشيء اللي نحن لو اسمها البيج Lebanese memes لان اول ما تاسست هيك انه اسمها هيك، بس نحن بنشتغل على اليونيتي على على الوحده، واللبناني هو بطبيعته وفيري ويلكمينج، وين ما بنروح بالعالم بيعرفوا العالم انه اللبناني يعني بحب الكل وبيقول اهلا وسهلا للكل. كم موظف انتم؟ At the moment موظف بشركه لبنيز ميم سولوشنز، نحن تقريبا 10 employees هول السبتين. يس يس بيكون عندنا كمان انترنز، بنعمل انترنشيب اوبورتونيتيز لجرافيك ديزاينرز فوتوغرافرز. اليوم بده يتواصل معكم، كيف بيتواصل؟ عبر الصفحه؟ شو عبر الصفحه في فيهم يعني نحن ذا ايزيست ثينج انه يتواصلوا معنا. فيهم يحكوا معنا عبر الانستغرام، فيسبوك، تويتر، او حتى باي ايميل، يعني اتس اول افيلبل اونلاين. قد ايه مهم اليوم انه الواحد يكون موجود اونلاين؟ يعني في اشخاص بعدهم بيقولوا لك انه انا حياتي ما بدي اعرضها وما بدي اكون موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي وهي شغله ما بحبها وعم بتاذي المجتمع بمحلات معينه. ممكن عم تاذي المجتمع بتفكيره، بس اذا هلا نحن بدنا نحكي بهيدا الوقت ونحن ب 2017 اتس يعني if you're not on social media عن جد you're not alive especially بالبزنس لانه هلا انتقلنا لمرحله الاونلاين شوبينج، اونلاين ستورز، العالم ما ضروري تطلع من بيتها لحتى to do business and connecting the world. هيدي that's the next عم تحكي بالنسبه لقطاع الاعمال اجباري ضروري يكونوا موجودين، صح؟ ماذا عن قطاع الاشخاص؟ عم بحكي individuals اليوم. حتى individuals اذا بدك تعملي personal profile لإلك branding، اول شيء اذا بتقدمي على شغل، انا بعرف من حالي لما ان كان لما كنت اقدم على شغل او اذا حدا بيقدم دغري بتفوتي على اللينكدين professional network يعني network you check this person بتشوفي وين شاغل شو عامل كيف شكله يعني it's there people trust it يعني more بصير عندهم ثقه اكثر لما بيشوفوا your online branding في إلها يعني professionalism online branding وفي شغلات لازم تكون على السوشيال ميديا وفي شغلات ما لازم تكون. شو ما لازم تكون موجوده على السوشيال ميديا؟ هلا في parts of your social life ما لازم تكون على السوشيال ميديا، يعني واحد ظاهر سهران واتس مثلا اون لينكد ان هيدا موجود اكثر الوقت. ما عم بحكي على لينكد ان هي للبزنس، عم بحكي باقي السوشيال ميديا. باقي السوشيال ميديا هلا العالم البزنس الامبلوي الامبلوير
بفوت يعني بفوت وبيشوف صاحب العمل بفوت وبيشوف الانستغرام والفيسبوك تبع اذا موظفين سهرانين بيزعل ما بيزعل ما بيزعل بس بيزعل اذا ثاني يوم ما اجوا على الشغل اوكي فانتبهوا نسقوا مظبوط انه العالم صار صغير العالم يعني صاحب العمل فيه يعرف وينكم لا انا عم بحكي انه في اشياء مثلا ما لازم نحطها مثلا انا عم بحكي بعض الامور انه في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بتشوف عليها كثير اكل صح منصور منحط الاكل هيدا يمكن ما بعرف اذا دبيت موجود ام لا في ناس بتحس انه يمكن منا شغله كثير حلوه ان نفرجي كل شيء اكلناه صحنا او لبسناه او 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 منقتني هيدي هي هيدي الفكره هل لازم انا فرجي مثلا انه انا بقدر البس براندز مثلا من فوق لتحت كل شيء ام بجرب خبي شو في كرايتيرياز بهالقصص او ما في معايير ما في معايير لهذا الشيء بس هو بيرجع للشخص هو قديش بده يكون اوبن عن حياته وعن يعني في بتلاقي ناس بيفرجوا اولادها بيفرجوا يعني الليتل ديتيل بكل نهار تبعهم شو عم بيصير هيدي اتس ا بيرسونال تشويس هلا ات داز جيت يعني على السوشيال ميديا في ناس بتصير بتقول لا اتس تو ماتش كفولور انا عم بحكي او فان لشخص اذا بفوت كثير بحياه السليبرتي او بيصيروا العالم لحالهم بيعملوا ان فولو لانه ببقى في شيء انترستينج بتشتروا فولورز لليبانيز ميمز او للكلاينتس اكيد لا ابدا اذا كلاينت بيجي بيقول لكم انا بدي حساب ما بدي بلش تحت ال 10000 ما بتشتروا له فولورز مش بتشتري فولورز في حسابات العالم تعرضها للبيع بيكونوا ريل اورجانيك اتس مثل صار في تجاره بال حسابات الانستغرام والفيسبوك فيك تشتري هيدا الحسابات بتكون موجودة لهيدا الهدف لهيدا الهدف بس انه عليها قسم من المتابعين لأسباب العلاقة بشو بحطه وفيك انت لما بدك تشتري حساب على الانستغرام بيعطوكي مثل overview من وين الفولورز وقديش اعمارهم شو اخر نكتة فيك تخبرينا اياها باخر هالحلقة اخر نكتة في a couple of viral videos كان في على على البيج اخر شيء كان viral هو فيديو مدام نادين داهر اللي عمله كرم فرحات هو هيز ان انفلونسر اون سوشيال ميديا كمان تبع اتيكيت الموز كيف تاكلي الموز بالشوكه والسكينه فهيدا it was a huge success that's the most recent يعني على السوشيال ميديا كيف طلعتي بتاكليها للموزه؟ طلعتي بتاكليها بالشوكه وبالسكينه ما كنا عارفين ابدا ما كنا لا سو ما كان جبالنا حتى exactly. انه معقول اكزاكتلي exactly. بس تعلمنا سو وي سي ثانك يو مدام نادين لانه علمتنا بدي اشكرك كثير اكيد ثانك يو مدام نادين بس ما رح نكل الشوكه والسكينه بدي اشكرك كثير شفيقه لبان على وجودك معنا واشكر كل اللي بيشتغلوا بلبنانيز ميمز وسام ترابلسي على شغل مرتب محترم بعيد عن الشتيمة بعيد عن أي شيء بفرق اللبنانيين لبل بتجمعون كل الوقت بهالصفحة أهلا وسهلا فيك مرة جديدة Thank you so much مجددين أشوفكم الأسبوع المقبل إلى اللقاء